أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الانتساب إلى الأبراج كبرج الميزان والعقرب، بحيث تعرف شخصية كل شخص من خلال الاطلاع على برجه وهو مجرب وقد وافق الكلام الذي فيه على شخصية ذلك الرجل؟ هذا من أمور الجاهلية، التنجيم هذا من التنجيم، وهو من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وافق هذا لا يدل على صحة هذا الأمر، وإنما هذا من باب الابتلاء والامتحان، أو أن الله قدر هذا ووافق قدر، لا من أجل النجم ولا من أجل البرج. فلا يجوز تصديق هذه الأمور، لا يجوز تصديق هذه الأمور ولا الاشتغال بها، فهذا من أمور الجاهلية وهو يخل بالتوحيد وبالعقيدة. نعم.